فيها يا خليل بإيه؟ مالك؟ ما تجمد كده، دي قضية تافهة. ده أنا أبعت عبد الحليم مكاني. إيه يا بابا؟ هو عبد الحليم يعني هو اللي بيروح القاضي التافهة؟ بطمنه يا حلو. ماشي، ماشي يا أستاذنا. عايز أفهم يعني. بسيطة. شك الدبوس ومش فينا، الشكة فيهم. يعني أطمن؟ أنت مش بتزرع بطيخ، حط في بطنك فدان بحاله. ماشي، ماشي يا متر. أنا اللي شاغل بالي. ازاي واد زي دي يرفع قضيه على خليل سليمان سواحكو وتخزى؟ يا سيدي خليه يخربش، القضيه خلصانه، اللي معاه سعيد فريد ما يقلقش، وحياتك لا طلع لك روحه شويه بشويه، مره انت ما تروحش، مره ناجل القضيه تقوم تاخد وقت ونشوف مين اللي هيزهق، وفي الاخر القضيه بتاعتك دي لعبتي. يا سيدي بقول لك مش هيناموا زمان سعيد فريد ركبه بتخبط في بعضها. ما هو سعيد فريد هو اللي ركبه هتخبط في بعضها. امال مش بالاسامي ولا اتعاب المحاماه، هي القانون ملعب كبير والحريف اللي يكسب، ومش بعيد تلاقي خليل بيه بعت لك وبيحاول يحلها معاك ود. والله انا نفسي يبقى عندي ربع الثقه اللي عندك دي. الثقه دي جايبها من خبراتي السابقه ومن صياغه المذكره وحاجات تانيه كتير. خد خد نعنع حنكه. والله ربنا يعمل فيه الخير يا استاذ نعناع. كراوية، اسمي كراوية. يعني ما نعناع وكراوية الاتنين مودين للمعدة. طب مفيش بقى حاجة كده تحت الحساب تاني يا استاذ كراوية؟ مفيش لا تحت ولا فوق الحساب. خلاص خلاص، كوباية شاي بلبن بقى يا عم غبريات. شاي بلبن؟ ماشي. مالك يا استاذ زهر؟ قاعد ساكت كده ليه؟ خايف يا زلزال، خايف موضوع القضية ده يقطع حبل الود بين قلبك وقلب أمك. والله يا أستاذ زهد اللي يسيب حقه وحق أبوه ما يستاهلش إنه يحب. يعني إيه؟ مش فاهمك يا حاج. سؤالي باين يا خليل، أنت فعلا ما خدتش فلوسك بالكامل من الراجل؟ لا، ما هو خليل طماع وكذاب وخسيس كمان، وبرغم كل أملاكه دي عايز ياكل حق عين غلبان اسمه محمد حرب كرامه في 300 متر. انا بسالك عشان خاطر ربنا، ممكن ما يبقاش طمع، ممكن تبقى مستكتر متضايق من الواد عشان حاجه تانية وعايز تضايقه حبتين. اوعى يا خليل. استغفر الله العظيم يا رب، ده كلام برضو يا حاجة. يا حاجة ده انت معشراني بقالك سنين، عمرك شفتيني كلت حق حد؟ ما رديتيش ليه؟ هو انا يعني كنت قاعده معاك في الشغل؟ انا اللي اعرفه ان نفعه وقماسه دي. نفعه وقماسه لمين المخابيل دول اللي كل واحده فيهم متجوزه لي واحد اوطى من التاني؟ عايزاني اعمل ايه؟ ادي ارض سليمان السواح كتخل مين؟ مش حقهم. كسر حقهم، ولعلمك بقى نفعه وقماسه فوق حقهم واخدين فلوس وبزياده، لكن ارض لا. على كده بقى يبقى الواد عنده حق. هو انت عايزه تساوي 300 متر ارض بورسي مع اخواتي؟ الظلم ظلم، واحنا عندنا بنات، الدنيا متفاتة يا خليل، ودي حقوق ناس. مش كل الناس ناس، في ناس ربنا جعلهم مسؤولين عن ناس، وانا المسؤول. ربنا هيسأل كل واحد لوحده، انا هتسأل لوحدي. طمني قلبك يا حاج، انا ما اكلتش حق الواد في ال 300 متر ولا حاجه. وبعدين 300 متر ايه اللي بتتكلمي عليهم دول؟ دول قد الزريبه اللي انا ببيت فيها البهايم، هعمل بيهم ايه؟ ده انا قلت له تعالى يا ابني، انت ليك عندي 20,000 جنيه، كان ابوك دفعهم قسط، عايز تاخدهم خدهم. قال لي لا، يا 300 متر يا بلاش. وفي الاخر راح رفع قضيه على خليل سليمان السواح كتخه. ودلوقتي الهانم اللي معشراني بقالها سنين ومخلفه مني سطر عيال بتقول لي ما تظلمش. ايوه ما تظلمش. انا ما ظلمتش حد. بس انا فاكره كويس قوي انك كنت متضايق ليلتها، وقلت لي الراجل عملها ودفع اخر قسط. لا ما حصلش. قلت لك دفع قسط، مش اخر قسط. انت اضرب كلامك. ربنا سبحانه وتعالى مطلع وعارف ايه اللي حصل. اتوضي يا حاجه وصلي لك ركعتين، يمكن ربنا ينور لك بصيرتك.